شخصيا يعني نشأتنا مثل نشأت أصحابنا في ذاك الفترة. أنا نشأت في مدينة المحرق، ولدت في مدينة المحرق في سنة 1964. عشنا هاي الطفولة في المحرق مثل ما ذيك الفترة، وكانت الحياة هي عاصمة البحرين آنذاك، يعني قبل تكون منامة، ففيها كثير من الأنشطة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والترفيهية. أنا دخلت في مدرسة الرجاء اللي هي أيامها مدرسة المشن، دخلنا في حياة نوعا ما متقدمة عن ذيك الفترة. على سبيل المثال احنا درسنا من الابتدائي إلى الإعدادي، وكانت الدراسة مختلطة، كانت هي تقريبا الوحيدة في ذيك الفترة كمدرسة خاصة فيها اهتمام أكبر طبعا باللغة الإنجليزية، وكانت تابعة أساسا اسمها اللي هي مدرسة الإرسالية الأمريكية، هي معروفة من أكثر من 100 سنة. طبعا الله يرحم الوالد والوالدة، لما كنا احنا صغار دائما يعني مع الوالد دائما ما يوميا العصر لازم يعني ياخذنا معاه في السيارة ونروح للمنامة وأسواق المنامة، وكنا نروح نزور الأهل، دائما يحرص ان احنا نكون متواجدين للتواصل مع الأهل مع الأصدقاء، فدائما ما يكون يحرص على وجودنا. ففعلا هذه نمت يعني فينا روح الوصل والتآلف مع الأهل مع الأصدقاء مع المعارف مع المجتمع بشكل عام، لأن الوالد يعني كان اجتماعي في ذيك الفترة ويحب اللقاءات والزيارات مع الأصدقاء والمجالس اللي كانت طبعا في محرك كثيرة، وكنا صغار نروح ونشوف، وكان من الأمور يعني كنا أسبوعيا يوم الجمعة، يعني احنا يوم الجمعة الساعة 7 من المحرق لازم نطلع، كنا دائما نزور المغفور له بإذن الله صاحب سمو الشيخ عيسى بن سلمان أمير بن فدة آنذاك، وكان مجلس أسبوعي صباح كل جمعة، فكان الوالد يعني يحرص ان احنا نذهب، فكنا احنا صغار ونشوف يعني صاحب السمو والله يرحمه بتواضعه وشلون يعني يسلم علينا. ففعلا يعني هذه الولاء والحب اساسا زرع من الولادة وشفناه ومارسناه. والوالدة طبعا كانت تحب يعني التعليم، وكانت يعني مثقفة ولها من الكتابات والشعر، وحتى في يعني كتاب أصدرت في هذا الشأن، فكانت مهتمة في التعليم، فكانت ملتزمة دينيا وتعلمنا هي أمور ما يعني وقت بوقت، لكن حاولت تعطينا أفضل تعليم موجود في ذاك الفترة اللي كنا فيها. طبعا بعد المدرسة يعني كان هناك عندنا شوية مثل ما نقول نوع من الطموح اللي عايشينه في ذيك الفترة وهي العسكرية، فلقيت عدد يعني من أصدقاء والمعارف. أنا كنت دائما أحب الهندسة، وأتذكر الحرم الوالد دائما كانت مهتمة أن دائما لدراسة الهندسة، فأنا خلصت ثانوية ورحت لعسكري قوة الدفاع البحرين، وانضميت كتلميذ عسكري لحضور دورة عسكرية، وتخرج كيعني ضابط. ففي فروة الواحد الشباب ويبي يشوف بعض أقرانه ويشوف عسكرية، يعني نوع من يعني نحب يعني نجرب هذا المجال، وفعلا يعني كثر ما نسمع عنه. فانضمينا في هالفترة، تميت تقريبا فترة 6-7 شهور. هذه الفترة في مركز تدريب وتعلمنا طبعا عسكرية، يعني هناك معارضة كانت نوع من خاصة من الوالدة، بس من إصراري
تعلمنا فترة التدريب العسكري، تعلمنا الضبط والرب، تعلمنا شلون الواحد يعني خاصة احنا صغار تاونا، ولقينا كثير من العلوم في التدريب ليست فقط عسكرية ولكن علوم في حب الفداء، الحروب، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الملك، الدفاع عن القيادة، عن الوطن، عن الشعب. يعني كانت تعلمنا كثير من الربط العسكري. فضبط الربط العسكري جدا مهم انه يصقل الانسان خاصه في مرحله البدايه. فغيرت التخصص يعني من المجال العسكري للمجال المدني، وهي دراسه الهندسه المدنيه. خلصت دبلوم الهندسه المدنيه في الجامعه. بعدين بغيت انا اكمل خارج البحرين، نظرا لان كانت الجامعه عندها نظام من دبلوم للبكالوريوس وياخذ فتره طويله، فانا لقيت قبول في بريطانيا وحبيت اختصر الفتره هاي الدراسيه لتقريبا سنتين. طبعا من تخرجت انا انضميت الى ديوان الخدمه المدنيه. لما انضميت كما قلت لك انه ك مهندس سلامة مهني سيفتي انجينير، وشفت الديوان ذيك الأيام كان في عدد من الخبراء صراحة، يعني كمراحل تأسيس كان عدد من الخبراء في علوم الإدارة من جميع أنحاء العالم. يعني كنا لو نعطي إنذارات وكنا نرفع يعني التقارير مباشرة إلى هاي الوزارات للتنفيذ. فكانت والله يعني سلامة الموظف والمنطقة المحيطة واللي يعيش فيها هاي كانت جد مهمة، وفعلا كبدايات أنا أعتبرها يعني متقدمة. نهاية 92 انضميت للبلديات، يعني بديت في المنامة، بعدها انتقلت إلى سترة وهو كانت فترة يمكن سنتين في بلدية سترة، انتقلت إلى محرك بعد كذا سنة، انتقلت في جد حفص فترة، الحد كان بلدية الحد بعد موجودة. سمو رئيس وزراء طيب الله ثراه الشيخ خليفة بن سلمان عمل جائزة للعمل البلدي، وهي أول مسابقة تحت اسم سموه طيب الله ثراه، وكانت في 2007 كانت في ذيك الفترة، وشكل لجنة خاصة من خارج طبعا البلدية من المؤسسات والجامعة وعدد من الجمعيات. الأول كان في اسمه أديب أنظف منطقة في الستينات أو السبعينات بلديات، كان درع المنطقة يسمونه أو شيء. جائزة رئيس الوزراء للعمل البلدي كانت شاملة، ليس فقط النظافة إنما ما هي تطور المنطقة من ناحية المساحة الخضراء، كم نسبتها والحدائق العامة والمماشي والتجميل والتسهيل والطرق والنظافة. فالحمد لله في هذيك الفترة في يعني احنا كبلدية المنطقة الوسطى فزنا كأول جائزة رئيس الوزراء العام البلدي في عام 2007. طبعا وبعدها ما عقبها انتقلت للمنامة، استمرت الجائزة وكانت في عام 2009 تم إضافة أفضل يعني جائزة نقول أفضل بلدية، هناك أفضل منطقة من ناحية الجمال المباني وأقل عدد من المخالفات فيها، هاي بعد رديف اللي كانت معها. أفضل منطقة ملتزمة بالعمل البلدي هاي الجائزة الثانية اللي تم إضافتها. وهاي لما كنت في المنامة طبعا ايامها كانت اللي فازت بلدية المنطقة الجنوبية،
كانت أيامها مدير عام الشيخ محمد بن أحمد وكيل البلديات الحالي، وأنا فزت في أفضل منطقة ملتزمة بالقوانين البلدية، كانت منطقة أم الحصم وتوابعها. ذكر يعني كان لنا الشرف يعني في هذا الجواز أنه السلام على تشرف السلام على سيدي رئيس الوزراء في ذاك الفترة طيب الله ثراه، وكان دائما يعني يحفزني في هذه الأمور ويقول لي شوف، حتى يقول لي مو بنت العام قلت العام فايزين، قلت له نعم طبعا، قال بعد، قلت له بعد بس هذا الحين جائزة ثانية، قال زين نسوي لكم جائزة ثالثة بعد يعني تبي تفوز بها. فيعني قال يعني داعم الأول في العمل البلدي ذيك الفترة في هذا الشان. عملنا تجربة فعلا مفيدة في هي خصخصة مجال النظافة على الشركات. طبعا هي مرت بتجارب ايام الشركة الماليزية وكانت يعني الفترة بعدين انسحبت لظروف لان ما كانت تقييم اللي دخلوا بصحيفة، فعقدهم كان 6 سنوات قبل انه يعني اكون مدير عام، فانسحبت واضطرت البلديات للإدارة مؤقتا. بعدين استقرت مرحلة ثانية ويو شركة الخليج للتنظيفات للمنامة والمحرك، وكان شركة فينيكس شركة بحرينية لمناطق الجنوبية والشمالية. في هاي الفترة كانت شفني كثير من المشاكل اللي تحدث من ناحية مخالفات الشركات والالتزام بالعمل حسب ما هو منصوص. لقينا صعوبة في متابعة العقد وتنفيذه، كان يعني مثل ما أقول ما في وضوح وفي غموض بحيث ما تقدر وين تخالفه وين ما تخالفه. قبل لا تنتهي هذه المرحلة الدكتور أتذكر جمعة أنا أتذكر قلت له طال عمرك مات له كتاب، قلت له إن إحنا حين بتنتهي العقود فنريد إن نستعد من الآن. أنا طبعاً كانت عندي كذا لجنة أرأس في هذا المجال، كنت رئيس المعني بشؤون النظافة والمناقصات بشأن النظافة، كنت رئيس لجنة قانون تنظيم المباني، وهذه طبعاً عدينا لفترة طويلة والحمد لله يعني تقريبا تم الأخذ في النظام الحالي المخالفات وهالأمور تم تطبيقها وتعديل عدد من القوانين. فلما كنت في مجال النظافة طلبت من الدكتور جمعة أن احنا نعيد صياغة إعداد المناقصة، لأن كانت لأن احنا شفناها في أثناء العمل ولقينا فيها أقول له صعوبة. قال زين تشوفوا هذه، أقول له زين بس احنا بنحتاج اليوم إدارة المخلفات، هذه علم قائم بذاته، في كثير من الأمور العلمية والإدارية وفي برامج سوفت وير خاصة بالنظافة يعني متطورة. قال زين ايش تبون الحين؟ تنبي شركة معانا من أول يوم استشارية في مجال إدارة المخلفات اللي تعيننا في إعداد اللي هو إعداد طرح المناقصات بأسلوب حديث، لأن احنا من الأول ما كنا احنا ناجحين فيه. حتى كان يقول لا سهل الأمور بالعكس، قلت له لا طال عمرك هذه يحتاج. كان دكتور جمعة من الناس اللي يحبون يعني يستمعون وفعلا يعني دائما يقول قولوا لي عندكم شيء تعالوا قولوا لي أنا بسمع إذا أشوفه زين، بالعكس نتفق ونمشي. فذكرنا صارت حطينا لجنة شركة معنية العمل معانا في إعداد هذه المناقصات، وهذه المناقصات كانت إحنا يودناها من وين؟ بصفتي رئيس اللجنة وعندي كادر
يعني من رؤساء النظافة وهالأمور، اجتمعنا مع أصغر موظف قلنا شنو مشكلة النظافة؟ كنا نسجل نسجل نسجل، وصلنا حد يعني حللنا النظافة بالضبط، هي نظافة وليس معني بأمور أخرى، مثلا بيت بينهدم هاي طوارئ، أنقاض بناء هذه مو مخلفات يومية، هاي مخلفات مخالفة. عملنا هاي المناقصة بتعامل مع الشركة، حتى أقول حق نعم الدكتور نبيل الموجود، قلت له شوف أعتقد بتكون مناقصة جيدة، لأن هذه قائمة على حسابات ومحسوسة. قلت له نفس المبنى، المبنى لما مكتب هندسي واحد تعطي مكتبين هندسي نفس المبنى، قل له سوي لي خرائط هاي بيسوي لك، تعطيهم مقاولين، هذه المقاول بيعطي حق المكتب ذي السعر وذاك سعر، لأن كل مكتب يحمل المواصفات، كل ما كانت واضحة كل ما كانت للمقاول سهلة التقييم، وكل ما فيها غموض يرتفع سعر المناقصة للغموض الموجود فيها، فهو يتوقع الأسوأ. فقلت له حتى قلت دكتور نبي إن شاء الله الأسعار بتكون زينة إحنا حتى مع الشركة الاستشارية، حتى في يوم حط تصريح دكتور نبيل، قلت له ليش الدكتور تحط تصريح هاي مضر، إن شاء الله ما حد يقرأ الشركات اللي قدمت، لأن حاط كتب إن هو قالها شيء يعني اعتيادي وواقع، يعني إن أي مناقصة بتي أكيد بتزيد، فقال يعني راح تزيد في حدود 30%، وهاي ما انطقوا بسبع سنوات التضخم الاسعار اللي تغير. قلت له لا اصبر دكتور، احنا غيرنا اسلوب المناقصه، وانا اقول لك يعني فيه تفاؤل من الجميع في هذا الشان. فعلا ان المناقصه لما رست على الشركه الاسبانيه وعلى شركه مدينه الخليج كان سعرهم تقريبا نفس السعر السابق. والله الحياة عقب التقاعد يعني عطتني كثير من الوقت، أنا عندي الحمد لله يعني من الأبناء ستة، عندي ثلاث مهندسين عندنا في البلدية، وعندنا في عندي عبد الله في حمد طبعا في البلدية قام بعمل رئيس، وعندي عبد الله درس محاسبة في بريطانيا وهو في المحافظة الجنوبية قام بعمل رئيس، وعندي الله يبارك في خليفة مهندس ويشتغل في قوة دفاع البحرين أشغال عسكرية، حققنا شيء كان سابق، وعندي ريم بنتي مهندسة حاليا متخرجة، عندي إبراهيم وناصر لا زالوا الحمد لله في المدرسة. عندنا من الوقت المتسع، الإنسان الواحد بعد يرى نفسه ويحاول يسعد نفسه يسعد من حواليه عياله وهاله، فالحمد لله دائما احنا نقول لهم من التجارب الواحد انه دائما لا ينتظر، انت اسعى، خل اعمالك تتكلم عنك، خل انجازاتك، لا تقول انا ما اعطوني، انا اسمي البحرين مثل البيت، انت اليوم في البيت عندك والدينك، انت لابد تسمع كلامهم، ما تنتظر من والدينك شيء، اقول لهم هذا البيت اللي ساكنين البحرين، مواطنين البحرين البيت، ولاة الأمر هم والدينا، فأنا أقول لهم يا إبوي إذا ما عطوك ما حصلتوا الوظيفة المناسبة، أنتوا إنجز، اعمل، ادرس، أعمالك سوف توصلك إلى مبتغاك، لا تنتظر، بالعكس وبتيك النتيجة إن شاء الله، يعني ما بتتأخر، بس أنت اجتهد وهي بيتك، لا تنتظر الثمن. انت حل لما تسوي شيء حق والدينك ما تنتظر منهم الثمن، هذه واجب عليك، اذا شفت شيء في البيت او مشكله انت تساعد في حلها،
مو تروح تقول والله أنا سويت هالشغلة أبي الثمن، لا. فإحنا البيت الكبير وطننا نعمل ونجتهد لا ننتظر الثمن، إنما الحمد لله عندنا القيادة مثل والدينك راح يحققون رغباتك، وهذه الحمد لله إن شاء الله نلقى يعني نلقى الخير لجميع المواطنين وأهل البحرين وتطور البحرين ويحفظ قيادتنا ويحفظ وطننا والخليج أجمع إن شاء الله.